السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله فيديو جديد، غدا نوجد فيه معكم الفطور ديالي بحال دائما، فطور سهل. اذا البنات اليوم ان شاء الله غدا نوجد كيكات صغار، وغدا نوجد دي ميني كيش، وغدا نوجد دي ساندويتش. اذا البنات اول حاجه بديت كنصيف فيها هي الكيكات باش يبردوا ليا، غنديرهم في هاد ليمون البنات. اذا عندي نص كاس ديال السكر سنيده، عندي بيضه، ناخذ نص كاس ديال اليوغورت، نص كاس ديال الزيت، شويه ديال الخل، الخميره، وكاس ديال الفورص. غدا ما غاداش نديرو كامل. اذا البنات هنايا بديت كنخدم، درت البيض، زدت عليه السكر ودربت مزيان. من بعد زدت الزيت، وعبرت اليوغورت، من بعد ما ضربت الزيت غادي نزيد اليوغورت. وغادي نزيد شويه ديال الخل. وهنا البنات بديت كنزيد في الدقيق غير بشويه بشويه، زدت راس معلقه ديال الخميره ديال الحلوه، وكنخلط غير بالمعلقه حتى نحصل على الكثافه اللي انا بغيت نشوف راسها فيه. ما بقيتش غادي نزيد الدقيق، عاد غادي نبدا نخلط بالدراب. انا البنات درت كميه صغيره على حساب ديال النهار اللي ناكلو في هذاك النهار وصافي، باش الغد ليا نقدر ندير شي حاجه اخرى. في البنات هنا الدقيق تقريبا بقى لي ربع كاس ديال الدقيق، صافي. خديت ليمون رشيت عليهم شويه ديال الزبده، وغنخوي الكيكه. من هنا البنات دخلتهم الفران بارد على درجه 120. وهنا البنات دس باش نصايب العماره ديال لي كيش. اذا عندي شويه ديال البصله، شويه ديال الشامبينيون، وسطر ديال الدجاج مقطع، عندي شويه ديال الملحه، شويه ديال الزيت، شويه ديال الثومه غبره، وشويه ديال البازيليك. ونسيت البنات ما قلتش البزار حتى هو شويه. اذا اول حاجه بديت بها درت المقلاة تسخن وزدت شوية ديال الزيت، من بعد درت البصلة حتى تشحر، شوية ديال الملحة، وهنا زدت لي شامبينيون و الدجاج. زدت شويه ديال البزار، ثومه غبره، وشويه ديال البازيليك. الريحه البنات كيعطي لهاد الحشوه هادي، كيعطيها واحد المذاق زوين. صافي هنا بقيت كنشحر فيها مره مره تنحركها، وهنايا طابو لي الكيكات، خليتهم شويه بردو، وغنحيدهم من الليمون.
وعمرتهم البنات وحدين درت فيهم نوتيلا وحدين اخرين درت فيهم الكوفيتير. صافي هنا البنات من بعد ما طابت ليا الحشوه خديت لاباط بريزي حتى هي البنات تناخذها واجده وقطعتها وبديت ندير فيها فليبتيمول من بعد البنات قبضت العجين بالفرشيطة ودرت الحشوة وهنا البنات وجدت لاباغيتي درت فيها بيضة ودرت فيها لاكريم ابيس لابانا ودرت فيها شوية ديال الملحة. بالنسبة للبنات اللي ما عندهمش لاكريم يقدروا يعوضوها باليوغورت، راني ديجا كنت درتها راه كاينه في القناة. وبديت البنات كن تنعمر على الحشوة صافي البنات وزدت شويه ديال الفرماج. انا هندرت الايمنتال، انتم تقدروا ديروا اي فرماج عندكم. صافي من بعد ما كملتهم دخلتهم الفران وهنايا البنات بديت كنصيف لي ساندويش. وجدت نفس لاصوص اللي كنت وجدت في لي ساندويش ديال الدجاج، درت شويه ديال الزيت شويه ديال الملحه اليوغورت درت شويه ديال الخل درت شويه ديال الثومه ودرت فرماجه مثلثه باش غادي ندهن البنات الخبيزات ديال الساندويش. نتوما تقدروا ديروا اي صوص عندكم كيف كنقول لكم، ماشي بالضروره ديروا بحالي، مهم هذه مجرد فكره بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش لي صوص اولا ما كيبغوش يخدموا بلي صوص. ومن بعد البنات زدت شويه ديال معدنوس مقطع كيعطي واحد التزوينه في لي صوص. صافي وخلطت. وهنا البنات خديت خبز تورتيه او بيادينا دهنته بلا صوص. اول حاجه من بعد غادي ندير هي ندير شويه ديال الطون ونحاول نفرتو في الوسط ديال الخبيزه. صافي البنات وغادي نبدا نزيد في الخضره، نتوما ديروا اللي بغيتو. انا درت شويه ديال الخيار شويه ديال الكاشير شويه ديال المطيشه شويه ديال الخس ودرت البنات شويه ديال الفرماج تشيدر وشويه ديال الزيتون وشويه ديال البصله. كيف كنقول لكم دائما البنات نتوما تقدروا ديروا اللي بغيتو اللي عندكم اللي كتاكلوا، ماشي بالضروره ديروا بحالي انا او ديروا داكشي اللي درت انا. وهاد الساندويش البنات جا زوين بزاف جا بنين، خصوصا البنات اللي عندهم وليدات صغار ما تيبغيوش ياكلوا ليهم الخضره غادي ياكلوها في هاد الساندويش ان شاء الله. صافي من بعد ما كملت كنبدا كنطوي وكنجي حتى الاخر وكنزيد شويه ديال لاصوص باش نقدر نلصق الساندويش. صافي هنا البنات من بعد ما كملت الساندويشات ديالي كاملين بديت كنقطعهم وبقات لي شويه ديال لاصوص غادا نرفقها بيهم.
صافي هنا البنات كملت السندويشات اللي كيشدي لي حتى هما طابو، خرجتهم وبديت كنوجد في العصير. قرب يأذن عندنا هنا العصير، درت فيه غير الليمون والتفاح. وفي هذا الوقت البنات من بعد ما كملت العصير درت كنت ديجا عصرت القهوة ودرت الحليب يغلى والعصير ديالي وجد صافي. ودابا غادي نبدا نوجد في الطبلة. هنا البنات كانت شوية معطلة، كانت عندنا تقريبا 28 دقيقة. صافي البنات وجدت الطويلة ديالي والحمد لله فطرنا والفيديو ديالي سالا. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، الافكار اللي كندير حتى هما يعجبوكم، وكنتمنى نلقاكم في فيديو جديد ونلقاكم بخير وعلى خير. بسلام عليكم، باي باي.